خلصت حواجبي، شايفين كيف تغيروا؟ انبسطت، ضابطين مع اليوم، واللون كتير غامق حلو. كيف حنحط اليوم الأشياء البرونزية؟ الإضاءة البرونزية كمان عشان يكون نفس اللون. هون بيطلع الشغل واو. هيك اوكي. هلا هيك عم فكر ما اعمل شيء زياده اكثر من هيك، خلص بس حط ال استخدم الليب لاينر تبعي الجديد اللي بيجي باللون البني كمان. اعملي زم انت جبتي مقاسه ميديوم صح؟ بس انه حلو. انا فكرته جنس لو هيك كنت جبت صغار. ما له جنس، فكرت على الصورة جنس. على فكرة من أنا ما فكرت لأنه واضح إنه هو من قماشته مو جنس. بعدين بكتبولك بال كيف شلون؟ هلا أنه لون بدنا نحط معه؟ أنه لون؟ أكيد ما راح تلفوشي مثلا. هلا هذا التنت بس خالص يعني كده نطوله نحط هذا اللون. لا بس يعني نرجع نغمق اكتر. انا خلصت البسر وخلصت. شوف شو البسر اوفرول، بس هو بده كوي بس ما في وقت للكوي. اوكي رح اسوي تسريحه كتير بسيطه يلي انا معروفه فيها. رح ارفع شعري، ما رح اخلي هيك. كتير بسيطة وسهلة بس جلي شوي عشان استني شوي. اعذر شو بدي احط؟ ما
قطر سدره. وعن جد لعبه معي كنزت هاد وين بالغسيل حاطتها على المنشار بلا. اوكي ما لازم كتب لانه بجوز ما لاقي منهم اصلا. هو تقيل يعني ريحته هيك بس عادي. بحط مثلا هاد أنا خالصة. أخواتي لسه تعرض أحسه كيوت. هلأ أول شيء حسيته غريب، حسيت حالي ما بعرف شلون الأبرود، بس بعدين حسيته حلو يعني كيوت. إنه شيء سريع يعني وأطفر يعني وجعني. استنى شوي لازم هذا أطفري، لازم إبري ايه مثل ما لكم شايفين اطفري عم يجرح يعني عم يجرح خلاص هيك ابرده. روها الاطفال اسستلا تقول طلع ردان دني انت فين؟ دمست باف اصد دمست مرة تاي ترى يا دمست باف تاي. انا خلصت اصلا تعرفوا مالي حاطة مكياج لانه عم حاول ريح كتير بشرتي. حاطة حمراء وبلش. احلى شيء عمار قال لي شو وين رايحه على العسكريه. يعني انا شكلي رايحه على العسكريه. لا بس كراته مساويه حواجبي بس مو كثير. يلا انه كثير عريض يعني معرضني كثير من تحت. هو عريض لانه يعني اصلا هو كبير علي فهيك انا عملت له زمه. يعني اذا فكت الزمه بيطلع فستان. هو لانه عريض على جايبته ميديو فكرته جنز. انا اوكي لا جاكم تعال 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 تعال. اوكي شنو اللي لبست هلا بيجي لنا؟ طيب اوكي تعرفوا هذا ما انا لابسينه ولا مره لا اسراء على ما اظن ولا اسراء او اظن ما بعرف. اوكي شوفوا انا مره واحده لبسته صحيح. لا لا ما حيربق لاني انا ما لابسه اسراء. برا برا مليون مره قلت لك ما تعيطي على اولمو. وين دو دانيلا بقى يعني؟ وين دو دانيلا بقى؟ فماش تبي تسوي مع العائلة. اوكي. سؤال هلا صار اوكي. قلت لك على غرفتي ما تفوت. ما تفوت على غرفتي. اوكي. طيب طيب طيب. لك ما بدي اوقع. روح روح. تعال لا هيك كثير. هيك كثير. انك تطلع تختي كثير. اوكي شو حاطك يعني؟ ايه كايلي ما عرفتك صراحة حاطك يعني وش تبين؟ يا الله هي هي يا جماعة انا بموت. هي يعني انت كثير حلوة حجيب منها وحدة ثانية عن جد حجيب منها وحدة ثانية. رح نجيب منها وحدة ثانية بس هي لمين يا حلوة؟ هي الي الك بس اعطيني اياها. لا ما حضرتي. لا عادي فيني بخلك عادي يعني بس لا تبخل. انا ما بخل لك بس لا تركب. اخ بركي ما لقيت منها. لك بلا في ما تاكلي هم. انا بجيب لك ما تاكلي هم. انت بس سلميني الموضوع الي. لي ما حطيت ساعه. وين ال ما حسبت حسابي. ما تخليني انا تلبسيها؟ لا اوكي انا حلبس هاي. ورجيني بس الفرق بين هاي وهاي. هاي ثلاثة هي اثنتين. لا يا عمي دقيقة. هاي ثلاثة. لك ايوه ثلاثة. دقيقة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. هي أربعة هذي ثلاثة. هاي أربعة هاي تلاتة. بتيجي ثلاثة بس رأيك حلوة. هاي جابتها هاي كتير حلوة. حبيت حبيت. أوكي مشان إذا سيدرا كانت لابسة هاي أنا ألبس هاي. أوكي خالصة. يلا أنت خلصتي؟ لا ما خلصت. يلا باي. أنا ما بدي شنطتي البس هاي. هاي شايفينها هاي؟ هاي لأنه سمبل كتير.
شو رايكم مع بوت ابيض؟ مع بوت ابيض لانه هيك بتحسوا هذا اللي بتقدر فيه ابيض. هاي الشنطة بس بدي احط سدرا بليز في غراض هون ممكن تحطيهم هون وين ما انا خلص هاي مثلا جزاني فلوسي ما فيها فلوس يعني كاش ما فيها كاش بس ان شاء الله حيصير فيها كاش. انا صار لي ساعة عم دور على شيء بس ما عم لقي بس عم بوصل بمكاني هذا اولمو انا بفرجيك وينه وساقه جوا مين اخلاكم معكم اوكي انا هلبس هاي الشنطة رح البس سليبرز من احنا ليش منكوت ما بعرف انا حاضر عدل شوي مشعراتي ما انه هيك حلوين يعني هيك انا هون صرت جاهزة مش علي يعني رفعته شوي هيك لانه ما لي خلق نزله فايش رايكم يعني هيك رفعة سريعة هيك هيك انا I am ready خليت اول بالسيارة خليت اول بالسيارة خليت اول بالبيت هو بيضل حاله لا تطلع صغار ما بيطلع ما بيطلع الهوا ما وصلت معلومات من متابعيني طلع كمان انه عنده القطط وبيعرفوا ايه انه بيحبوا هذول القطط قطط اليوم يعني ما بيحبوا تطلع برا ايه ايه اكيد يعني هذول منفطرين على القطط على البيوت عرفت كيف فما بصير انه يطلعوا برا هذاك اليوم حتى انا استكشفت يوم طلعت لبرا صارت بتنوي كثير بخاف كثير هلا ممكن طلع مشوار ايه لانه يعني لازم اذا نعملها لقاح هي عادي عشان طلعوا على طول دائما طب هلا نشوف متابعينك اذا عندهم قطط تمام نحن عندنا يا جماعه قطه امراه تقريبا حتفوت